سلامتكم ورحمة بكم شكرا لكم على اختيار الوطني الاولى موعدنا اليوم مع حديث الساعة في قراءة آخر المستجدات اخر التصريحات قراءة كذلك في عالم الصحافة اليومية معكم نقراو يوميا لاكتواليتي واذا كان دخلتوا علينا توا الموعد يتواصل حتى موعد الاخبار الرئيسية اليوم نحكيو على هيئة الحقيقة والكرم، هيئة دستورية في عهدتها العدالة الانتقالية لكن منذ انطلاقتها كانت عرفت الهيئة انتقادات كثيرة عرفت ذلك كذلك استقالات والآن تعرف الهيئة هزة كبيرة مع هيئة الحقيقة والكرامة التي تتمسك بإعفاز زهير مخلوف من مهامه نائب رئيس الهيئة الكريز بدات من أكتوبر 2015 وحتى أقبل زهير مخلوف مرحبا بك شكرا لك على قبول الدعوة الموعد معك شوية آخر حتى نفهم مع بعضنا من ماشي هذه الأزمة هل تهدد هذه الأزمة الهيئة المسار بأكمله خميس قسيلة القيادي بنداء تونس ونائب عن نداء تونس في البرلمان في آخر يحكي لنا على لقاء كتلة نداء تونس في إطار الأيام البرلمانية 23 و 24 أفريل بالنسبه لبعض المحللين هذا اللقاء لقاء كتله نيدا تونس في الحمامات ولا ما تبقى من هذه الكتله هو الفرصه الاخيره لضخ دماء جديده واعطاء دفع جديد لهذا الحزب مع خميس كسيلة شوي اخر نشوفوا شنو اللي هذه شنو اللي قررت هذه الكتله مع العلم أن البعض يقول انه هذا تحرك بالنسبه للكتله مفاجئ في نداء تونس نقرأ لكم البعض من عناوين الصحافه اليوميه اليوم ومن بعد ما مع زهير مخلوف ننطلق مع جريده اخر خبر لتعاون كابوس النبش في قضايا الماضي يحاصر حكم الغنوشي وقايد السبسي في المقال تحث الجريده على ملفات الفساد والاغتيالات السياسيه ونجاح الساسه في خلق معارك الاوهام لابعاد شبح الفضيحه جريده المغرب بعد اعاده خلط الاوراق داخل نداتون سلسائل ما بين الكتله والهيئه السياسيه من بيده القرار، السؤال مفصلي بالنسبه لهذا الحزب الاغلبي اللي فقد موقعه في البرلمان، موقعه الاول. نقرأ زاد حكومه سيد على اعتاب فتره الاضرابات العامه مع التاهب للتصعيد، وهذا بما انه في الايام القادمه ننتظر اضراب عام الصحه واضراب ولايه الكاف واعوان البلديه. جريده الشروق والازمه داخل نداء تونس والعنوان نواب النداء ينتفضون، هذا اللي باش فيه شويه اخر مع خميس قصيده. وتصريح لحسين العبيسي من عام اتحاد مصر يقول لن نسمح بالتطاول على الاتحاد جريدة الصباح وكيف أغلب جريدة تونسية صدر اليوم حكيت على الأزمات اللي تعيشها الساحة السياسية اليوم العنوان الأول خلافات بين نواب النداء والمنسقين الجهويين وبسبب المؤتمر العنوان الثاني هل يكون الحل في حكومة الصيد الثالثة وهذا في علاقة بأزمات الائتلاف الحاكم نفتح تفتح جريده الصباح ملف الاستقطاب للشباب من قبل داعش داخل السجون التونسيه وتنشر هل تتحول السجون التونسيه الى امارات داعشيه على المحك وضع السجون التونسيه هذه الايام لازمنا نرجع للموضوع في, في اقرب الاوقات في قراءة هادئة في تقرير الجولة الأولى من مفاوضات تونس مع الاتحاد الأوروبي, الأوروبي جريدة الصحافة اليوم تكتب الوفدان التونسي والأوروبي في حفلة تنكرية ونقرأ زادة في علاقة ضيفنا في الجزء الأول مخلوف يستنجد بنواب الشعب والرئاسات الثلاث وهذا بعد ما نعمل من مباشرة هامه في هيئة الحق والكرامة وفي سيلة بملفات الفساد في الانتدابات بالوظيفة العمومية تكتب الصحافة اليوم شبهات فساد ومحسوبية فما رأي وزير مكافحة الفساد الوزير إن شاء الله يكون ضيفنا يوم الخميس القادم جريدة لوتان في ملحقها الاقتصادي نقراو لا فرانشيز ميد ان تونيزيا امتياز صنع في, صنع في تونس لما لا وجريدة لا بريس تنشر ان غران شانتي دو ريفورم اشغال اصلاحات كبرى وهذا في علاقه بالقانون البنكي اللي باش ينطلق مجلس النواب الشعب في مناقشته في بدايه شهر مي ونختم مع جريده تونسية وحوار مع وزير املاك الدوله حاتم العشي نقراو فيه قريبا قانون جديد للانتزاع للمصلحه العامه وعده تفاصيل اخرى. زهير مخلوف مرحبا بك. شكرا لك على قبول الدعوه. الحقيقه كصحفي كمواطن تونسي ومن بعد آه ومن بعد ثوره 2011 كان منتظر جدا لدى كل من عنده حس مواطني انه مسار العداله الانتقاليه يكون مسار ناجح، انه مسار العداله الانتقاليه يكون مسار يألف بين قلوب التوانسه، يخلي الماضي اللي هو ماضي في 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 عديد المحطات ماضي اسود يصبح على الأقل هذا الماضي منسي ولا فيه نوع من المصالحة إلى حد الآن لقينا رواحنا في وضعية أخرى أمام هذه الهيئة هيئة الحقيقة تتمسك بإعفاء زهير مخلوف من مهامه يقرر مجلس هيئة الحقيقة والكرامة تمسك بقرار أعفاز زهير مخلوف من عضوية مجلس الهيئة رغم صدور حكم عن المحكمة الإدارية في 18 أفريل الجاري والقاضي بتوقيف توقيف قرار الهيئة اللي يصدر في 21 ديسمبر 2015 بإعفاء مخلوف من مهامه زهير مخلوف أحكي لي منين بدات الأزمة بالنسبة ليك مع هذه الهيئة أه واحكي لي زاد خاصة الخمسة أيام الأخرانية من 21 أفريل وانت راجع رجوعك لمباشرة مهامك لو كانت تعطينا بسطة تاريخية إذا كرونولوجية على الأحداث الساعة أكيد. خلي المشاهد يتذكر شكرا لكم على الاستضافة شكرا بيه. للمشاهدين الكرام أنا في الحقيقة إذا حبينا نشوفوا الكرونولوجية متاع المشكل كان من الأيام الأولى كان من الأيام الأولى يعني منذ تقريبا ثلاثة أسابيع أو أربعة أسابيع حين بدأ النقاش والحوار حول أهم المسائل الاستراتيجية والرؤية الاستراتيجية كانت الرؤية الاستراتيجية هي ما بين وجهة نظر ووجهة نظر الرؤية الأولى التي امتلأت بشعرات وتقول بالتصعيد وبالمواجهة وبالتجاذب السياسي وبالمحاسبة قبل كل شيء والتركيز على مثل هذه الأشياء واعتبار الطرف الذين يمكن محاسبتهم هم هؤلاء الازلام في شعارات هذه الوجهه التي بقيت اقاوم من اجل ان تكون الهيئه حياديه مستقله لا تنظر لهذا كعدو ولا تنظر لهذا كخصم سنة وانما سنة سنة تنظر سنة الى المساله مساله بالحياد استراتيجيا هذا مهم جدا يقول واضح. فيه مهم جدا جدا نعتبر انه بن سدرين منذ البدايه كانت متحامله ولم تكن الحكم اللي من المفروض يكون في نفس المسافه من كل الاطراف وفوق كل الاطراف بما انه معني بالعداله الانتقاليه تعتبرتي منذ البدايه مبدئيا فهو مشكل كبير. اه نعم. هذا المشكل وهذا المشكل له تمثلات واثر والاثر نتاعو بدا من الايام الاولى لشهر ديسمبر بعد الانتخابات، وكم شفتوا مشكله الارشيف، وكم شفتوا التسارع، وكم شفتوا الى اي درجه وقع فيها الازمه وقعت فيها ازمه حقيقيه الى حد اني انا جمدت عضويتي لمده شهر. لكن بن سدرين في هذا الصدد تقولي هي مشكله رزنامه ولا حتى شيء مكان فيه سابقيه ترصد واللي روزنامه هذه تقابلت مع التاريخ هذاك وتو سامبلومون تلقى روحها هي امام انها باش تمشي للقصر في في اطار في اطار تمشي اللي قابل قابل بعضه بالتواريخ هذيك وكهو شوف حتى لا ادخل في التفاصيل ما تسالش باش نفهموا لا خاطر المهم لم, لم تكن في زاد باش إيه. ما نبداوش نرميو جيزات لا مش نقولوا ما هو اليوم كان تعطينا وقت لا وقت. وقتها مازلنا مع بعضنا كان المخلوف. اليوم بالحق ناخذ وقت لم تكن ضمن ضمن رزنامه كرونولوجي، ولم تكن ضمن رؤيه استراتيجيه داخليه، ولم تكن، كانت لجنه تعمل على الارشيف، لم نكن ندري ما تقوم به هذه اللجنه، اذا بها بين عشيه وضحاها وجدنا انها قامت باعمال وراسلت مباشره وماشية مش جيب الارشيف، نحن ما في بالنّاش اصلا اعضاء الهيئه باستثناء ثلاثه ثلاثه افراد لجنه الارشيف يلقينا كل الاشياء والدليل انه ما فماش رزامه ان ما قالته انها اتصلت مم. بالارشيف الوطني هذا كذبه السيد جلاب وأن بناتهم دليل إجرائي هذا أيضا لا وجود لدليل إجرائي وأن هناك دليل إجرائي بيننا وبين رئاسة الجمهورية في التعاطي مع الملفات لم يكن هناك دليل م. إجرائي ولم تكن هناك تقنيات وفنيات في حفظ الأرشيف وتقول أنها قد أعدت اللوجيستي فيما يخص حفظ أي. الأرشيف أي. أنا والله أكثر شيء حمدت الله عليه م. أن الأرشيف لم تتحصل عليه هيئة الحقيقة والكرامة وأمام الشعب التونسي أقولها فقط ليس لاننا لا نريد حفظ الذاكره ولا ما, 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 ما هوش اساس لحفظ الذاكره بالعكس نحن على خطر على اتلافه خطر على اتلافه كانت مش تحطه في الليطاج واحد والليطاج واحد هذايا من كار شخص واحد يدخل الباب اللي كان فيه ممر للضحايا يرمي وقيده والله العظيم مش مشال وأنا سأدلل يوما ما وحطيناها في الورقة الأولى للمحاسبة قلنا كاد يعبث بالأرشيف الرئاسي في لحظة من لحظات التهور وهذه بالأدلة وبالأدلة القاطعة وإلى يوم الناس هذا هناك أدلة تؤكد هذه المسائل حتى نوصلوا حتى نوصلوا بعدين وقعت ازمه حقيقيه بين الرئيسه وبعض الاعضاء هاي. كانت الرئيسه دائما تركب راسها بالشكل الذي تريد التسيير الانفرادي بشكل الذي استقال فيه ثلاثه اعضاء هم. في المرحله الاولى ما قبل ديسمبر هاي. وانا جمدت عضويتي في شهر ديسمبر جانفي اذا اربع اعضاء ممتعظين واستقالوا الاخرين إذن هناك رؤيه استراتيجيه وطريقه تسيير مغايره ولم تكن زهير زهير مخلوف والتصعيد الكبير صار وقت اللي انت قلت انك تملك 26 ملف أو التجاوزات نصلوله، نصلوله لأن لانه هذا الانفجار وقع في أوت أي. في أوت 2015. أنا نحكي لك في ديسمبر 2014. إذا الخلاف الأول هو خلاف في الرؤية والاستراتيجية. الخلاف الثاني هو في التسيير والديكتاتورية والقمع الذي اضطر. ثلاثة أم أعضاء أم إلى الاستقالة وأعلنوا على أن طريقة التسيير هي طريقة قمعية واستبدادية ولا يمكن المواصلة يعني من الخمسة شهور الأولانيين نلقاو ثلاثة أعضاء مستقلين وأنا الرابع مستقيل وهدد خمسة أعضاء بالاستقالة في شهر نو في شهر أفريل 2015 وبعثوا برسالة فيها 12 12 12, 12 صفحة بعثنا بها الى مجلس نواب الشعب الى لجنه الحقوق والحريات التي احالتها الى اللجنه الماليه لنقول ان هناك تجاوزات خطيره في هيئه الحقيقه والكرامه تضم المساله الاداريه والمساله الماليه واذا لم ترعوا هذه الرئيسه في القمع والاستبداد والطريقه التسييريه والعبث بالمال العام فاننا سنستقيل وسنعلن ذلك بندوه صحفيه وحطينا اربع شروط ففي شهر افريل لم ترعوي هذه الرئيسة وقدمنا هذه ال 12 صفحه في مجلس الهيئه وينهم؟ ال 12 صفحه وصلوا لمجلس نواب الشعب هذا بالنسبه لي انا سيتحمل مسؤوليته مجلس نواب الشعب الى يوم القيامه استنى. هذه النقطه الاولى النقطه الثانيه اعضاء مستقلين من هيئه الحقيقه والكرامه يقدموا ملف لا مش الاعضاء المستقلين أيه. لا آه. شكون غير الاعضاء المستقلين بعد استقاله ثلاثه اعضاء في شهر افريل تفهمنا خمسه من الناس انه نبعث برساله والا نستقيل في الاخير لانه هناك شبهه فساد هناك تسيير استبدادي وقمع بعثتوا للبرلمان للبرلمان ب صفحه, بصناشن صفحة وينو؟ نق... هذا ف... هذا هذا اللي وقع محاسبه السيده بشرى بالحاجة حميده في لجنتها وقعت محاسبه اللجنه الماليه م. على هذا ال... 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 التقرير المضمن في برلمان نواب الشعب ونحن ضمناه في مجلس الهيئة وقلنا راو إذا مش تواصلوا بالشكل هذا رانا مش نستقيله وهددنا بالاستقالة مما جعل أحد الأعضاء بعد يستقيل وأحد الأعضاء حط استقالته وخرج ولكن حاولناه وأنا أيضا وضعت استقالتي ولكن أيضا فما شكون قال لي لا إذا في شهر أفريل بدأ الانفجار الحقيقي مم. في شهر أوت أنا بعثت ما بعد ذلك برسائل خاصة بي لأني ريت أن الوضعية اللي إلى ما رئيس البرلمان إلى رئيس البرلمان بطبيعة الحال الرسالة الأولى هي تخصني باعتباري كنت في لجنة التحكيم والمصالحة وريت أني رئيسة الهيئة قالت أن لديها 250 ملف رجال أعمال وقادرة من خلال بحث هذه الملفات أنها تجيب ميزانية الدولة كلها فأنا أنت انفجرت أنت قلت ما فهمش من أنا انفجرت ما قدراش تجبد حتى من ليه <applause> لانه الملفات هذمنا نتاع 257 <applause> هما مش 250 نتاع التحكيم والمصالحة اللي وصلوا لا يمتون بصله الى التحكيم والمصالحه في مساله الفساد المالي <applause> واقررنا ذلك في جلسه رسميه اردت محاسبه هذه اللجنه فيها <applause> واكتشفنا ان هناك ملفين اثنين للتحكيم والمصالحه لم يكتملا اصلا اذا المغالطه ما هو ما هو تفسيرك لهذه المغالطه كان شوف. هذا محاوله ضرب لقانون المصالحه المقترح من عند رئيس الجمهوريه هذا هو هذا هو لانه المنح السياسي الذي انتهجته رئيسه الهيئه هو الذي يقود هذه الرئيسه في كل مناوراتها ومخاتلاتها فانا لست جا... معناه لم اقدم الى ان اخاتل الراي العام او مجلس نواب الشعب او, أو الدوله التونسيه او مؤسساتها اذا هذه النقطه الثانيه اذا بعثت برساله في شهر جويليا قلت هناك مخاطلة لمؤسسات الدوله وللراي العام وللبرلمان ولا وجود لهذه ولحد الان اعلمك اخو الياس وقت اللي تحاسبوا منذ تقريبا اسبوعين في مجلس نواب الشعب قالوا عندنا 11 الملف قضايا رجال الاعمال، واحد برك وقعت فيه الملف. اذا بعد سنة كاملة، سنة الا شهر، اكتشف مجلس بالشعب الشعب هذه المغالطات وهذه المخاطلة هذه النقطة الثانية التي فجرت الكاس الحقيقي للتوازنات داخل الهيئة والتجاذبات التي لم آتي إلى هيئة الحقيقة أي. والكرامة لأشهد في زورا في على مثل هذه الملفات. في الأثناء الثالثة، أوه. الثالثة، في شهر أوت بدأت الرئيسة تقوم باعمال جنونيه منها التحريض على الدوله والقيام باجتماعات من اجل اسقاط قانون المصالحه الاقتصاديه، انا كنت نقول لها اسقاط القانون مش دورنا، مناقشه القانون دورنا مع مجلس نواب الشعب فقط، موش في الهيئه وفي الجهات اللي مشات لها، وكانت تقوم بادوار سياسويه بحته وهناك دليل أصبح قطعيا وفيه قضية في العوينة الآن هي ذلك الشاب اللي قام وقال وقال باش نحرق مجلس نواب الشعب لو يمر قانون المصالحة الاقتصادية وقال بداعش وأشاد بداعش أنها دولة تلتزم الصلاح وتلتزم الزكاة كأسلوب لإدارة الاقتصاد متاح وأن الدولة التونسية فاسدة وإلى آخره هذه 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 الاقوال كانت رئيسه الهيئه يعني حملتها في موقعنا انا بعد يومين لاني انا لم اكن حاضر عند المجلس تعتبر ان نسيم تبنت هذا تبنت الختاب. هذا الكلام تبني قطعي والذي لا يقول بذلك لا ي... لا ي... لا يفهم أين؟ في القوانين. فين تبنته تبنته داخل الهيئه هاو تبنته هاو فين تبنته وقت اللي يجي شاب يقول كلام كي من هكاكه يحرض على نواب الشعب باش يحرقوا ويشيد بداعش وتهز انت هذه المقولات في سبعه دقائق وتحطها في موقع هيئه الحقيقه والكلام مش تبني فقط تبني وتحريض ودعايه تبني وتحريض ودعايه زي المخلوف الأثناء. الهيئه انا بعثت رساله لا يلزمنا نوصله أي. انا بعثت نوصله في ساعه خاطر بدينا بدينا بعثت برساله يومها وقلت انا لن اتحمل مسؤوليه داخل هذه الهيئه وما لا على رئيس مجلس نواب الشعب الا ان يتحمل مسؤوليته فيما قلناه قبل وفيما قلناه من من المغالطه والمخاتله وفيما قلنا من هذا التحريض يا اخي رسائلك قاعده توصل رس... تعتبرها قاعده توصل رسائلك وتوصل بالديشارج مم. الرساله دوبا وصلت يوم اللي أخذت الديشارج يوم اللي خرجت للراي العام معناها وقع تسريبها من اجل ايجاد انفجار والانفجار شكون طال في الحقيقه لم يطل سي... الأستاذة سيام بن سدري شوف ما نحترم رأه. لم يطل الاستاذ سيام بن سدري بل طال زهير مخلوف والدليل ان زهير مخلوف الان معفى ولكن معفى ظلما ومغالطه الان هو المعفى، اذا رسائلي من اجل الاصلاح أوه. ومن اجل تقويم المسار ومن اجل يعني ترتيب بيتنا الداخلي هذا أه. رجع شويه اخر لايامك الاخيره من بعد من بعد ما انت قدمت قدمت القضيه للمحكمه الاداريه وفزت بالقضايا هذه ترجع الى الى المهنه نتاعك والى العمل نتاعك والى خطتك في هيئه الحقيقه والكرامه نهار 21 افريل تنرجع شويه اخر للخمسه لل 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 ايام الاخيره. لكن الهيئة في الأثناش تقول تقول زهير مخلوف خروقات خطيرة بالنسبة لك قمت بها خرق واجب التحفظ والإساءة للضحايا والمس من هيبة الهيئة واعتبارها والافتراء عليها تعتبر أنك تفتري على الهيئة مش ما عندكش نية الإصلاح وإنما ما عندك نية الإفتراء والإساءة للضحايا والمس من هيبة الهيئة هي. شوف كل الأدلة ثبتت بالدليل القاطع لم أفتري على الهيئة حين قلت أنها قامت بمغالطات وقالت عندي 250 ملف لأن هذه هي الكلام اللي هي ولم أفتري على الهيئة حين تقول قامت بالتحريض ولم أساء للهيئة أنا أساءت إذا كان وقعت الإساءة لرئيسة الهيئة التي رهنت هذه الهيئة لمصالح سياسوية أو لتوجهات سياسوية أو ل التجاذب والصراع السياسي أنا لم أفضح أسرار الهيئة فيما يخص الضحايا فيما يخص الأعمال أنا فضحت هذه الانتهاكات وهذه الأكاذيب وهذه المخاتلات وهذا الترويج وهذا التحريض إلى آخره إذا المسألة لم تتناول مسألة إفشاء السر المهني أو الإساءة للهيئة من أساء للهيئة هم هؤلاء الذين سينفضحون يوما ما حين يخرج تخرج التقارير ويثبت الكذب والمخاطلة وسيثبت ذلك وأخيرا ثبت وقت لي قالوا عنا 250 ملف تاع رجال الأعمال يظهر عندهم 11 ملف واحد برد خمسة أيام الأخيرة شنو صار في الخمسة أيام الأخيرة في 21 أفريل في الخمسة أيام الأخيرة أنا تحصلت على ثالث حكم قضائي وهو حكم قضائي بيت غير قبل للطعن هذا الرأي العام يزم يفهم النقطة دي لأنهم قالوا ما عنده قضية أصلية المسألة لا تتعلق بالقضية الأصلية م. هذا حكم قاطع بيت غير قابل للطعن والمحاكم والقضاة يعرفون ذلك خلينا نقف عليها دقيقة الهيئة تقول في بيان لها نهار 22 5 2 25 أبريل 2016 أنه أنها سجلت الاستحالة الفعلية والقانونية لتنفيذ هذا القرار شوف القرارات اللي تحكي عليها أنت وتقول يعني. وتذكر بأن القضية الجزائية التي رفعها ضد رفعتها ضد زهير مخلوف لم يتم البت فيها بعد ويضيف البيان أن المحكمة الإدارية لم تبت بعد في القضيه الاصليه المرفوعه عن المعني شوف التحريف في المسائل لا وجود لقضيه جزائيه والقضيه الاصليه ما هيش بالضروره يقع البت فيها هذيك تنجم حتى بعد عامين ولا ثلاثه هذاك تو نتحاسبوا عليه اما هذه القضيه اللي انا ربحتها في ايقاف تنفيذ قرار مجلس الهيئه مم. هي قضيه بيت قاطعه غير قابله للطعن المحكمه الاداريه قالت السيد هذا يرجع يخدم يرجع يخدم ما هذا وما, وما فماش في طعن فيها رئيس الهيئه تقول والهيئه تقول استحاله الفعليه والقانونيه لتنفيذ هذا القرار اذا اذا ترفض الهيئه اذا تطبيق قرار المحكمه الاداري بالضبط هذا هو بالنسبه ليك واضح مش م. ترفض فقط رئيس الهيئه تقول الاستحاله القانونيه وهذا اكبر تفسير لا قانوني ولا منطقي هي ما هل يعقل انه هيئه مكلفه بالمصالحه اليوم لا تطبق القانون ما شكون يطبق القانون في البلاد شوف ما عاد فاهمين شيء اخويا معناتها هيئه غدوه هي باش تحتكم على احكام ما تمش تطبيقها وهذا منين جاء الظلم في وقت من الاوقات محكمة محما تحكم وما يتمش التطبيق مثلا وإلا ناس تجاوزت القانون هي مؤتمنة على الشيء هذا اليوم ما تطبقوش ما عادش فاهم شوف خليني نفهمك شوف رئيسة الهيئة بهذا السلوك دمرت الهيئة وخالفت الفصل 111 من دستور البلاد ولاول مرة يقع مخالفة فصل دستوري قاطع والمخالفة واضحة لان الفصل الدستوري اش يقول 111 تقول تصدر الاحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية ويحجر الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها دون موجب قانوني إذا رئيسة الهيئة الآن عطلت تنفيذ قرار وخرقت الفصل 121 وخرقت المجلة الجزائية في الفصل 315 معناها أهانت الدستور الوطني وأهانت المجلة اللي طول عمرنا نمشي بها اللي تقول يحكم أو يعاقب بالسجن 15 يوما من يمتنع عن تنفيذ الأحكام الإدارية أو شو أنت تطالب بسجن من سدرين لا أنا نوري فيك في الأحكام الجزائية ماذا تنص معناه يوصل إلى درجة أنه يحاكموا بالسجن إذا ما عندكش حق باش ما تنفذ <applause> شوف الخرق الاخر خرق قانون المحكمه الاداريه فصل 41 و39 لم تكتفي بذلك بل خرقت كل الاحكام وكل القوانين في مبدا الحوكمه الرشيده والله انا وقت اللي نلقى الحكم الرشيد اخويا أيه أيه الياس الحكم الرشيد وقت اللي نلقى الكوبه تبدلت معناها انا بالنسبه لي لا احكام ولا واحد احنا اهبطنا للسفس ايش صار في الخمسه ايام الاخرين انت تخدم رجعت تخدم شوف الحكمه الرشيده رشيده خلينا نختمها وبعد نرجع لك ظاهره انك تريد المساله التفصيليه المساله التفصيليه تفصيليه شوف. مهمه راه مهمه نعرف رب. نعرف أي. مبدا الحكم الرشيده م. انا بالطريقه هذه الحكم لصالحي وبالتالي راتبي وكل المستحقات مش ناخذها من الدوله مش ناخذها بدافع الضرائب مش ناخذها من حق المواطن البنية. بسيط رغم اني يعني انا مانيش ناخذها ولكن حقي القانوني مش باش يمكني منها لتجاوز شكون؟ لتجاوز مرأة تريد أن تتجاوز القانون تحط من ضريبة وتحط من الأموال العمومية ومن عرق المواطنين من أجل أنه زهير مخلوف ياخذ هذه الشهرية المشكلة القانون ولد شخصية بينك وبين لا شوف بن شوف خليني نحكي لك في المسألة الشخصية شوفوا القرار قلت لك خمسة قدموا استقالتهم أربعة قدم، آه، ثلاثة قدموا استقالتهم م. ما قبل 2014 م. خمسة هدوا بالاستقالة في أبريل 2015 الآن وقت اللي انعقد المجلس انقسم إلى نصفين هذا هو الخطر نصف بالضبط نصفين نصف يقول بقبول قرار المحكمة الإدارية م. لأنه هذا نحن جئنا لتنفيذ هذه القرارات وإلا عدم دورنا بالأساس وبالتالي وجودنا اللي... ومصداقيتنا تصبح في مهب الريح هذمنا الناس الشرفاء والشرفاء هذمنا بقاوي ناضلوا من اليوم الأول والشرفاء موجودين وتو يتكلموا يوما ما ويمكن تنفجر الوضعية ويمكن تقع استقالات وهالشرفاء موجودين بقي الذين لا يؤمنون بالقوانين ويعتبرون أنفسهم تابعين وقطيع يتبع أوامر الرئيسة وهذا له أسبابه لأن جزء منهم هالأفراد ضمن تملكهم الرئيسة من أعناقهم من شنو؟ آه هذا تنقلوه يوما ما إيه عدلاء ما رد بالك هذا شو منهم أسفان شو نقوله ما تزنيش في متاهات اللي من بعد قولي تنقلونها السيد خالد الكريشي السيد خالد الكريشي وقت اللي يتبع كتاب ياخذ 80 صفحة من أدبياتنا ويحطها في كتابه بدون إذننا ويحط السيكل بتاع الهيئة وهو ممنوع فصل 35 ويحط صيفته من تالي ويخرج الكتاب م. أه ويبيعه أه هذا أنا مخالف للقانون م. وبما أنه فعل هذا الفعل وانخرط في هذا الارتزاق والتمعش أصبحت الرئيسة تملكه من أعناقه نعطيك الثاني الثاني هناك تحرش جنسي وقع في الهيئة وأنا تويك سيقع كشف كثير من الملفات الشخص الثاني وقع فيه ملف خبيت الرئيسة على هذا الملف الخطير اللي فيه تحرش جنسي ولكن الفنت قامت بالإعلام واليوم عندنا أربع أعضاء على علمهم بهذا التجاوز ولذلك هذا العضو عندك مؤيدات على الكلام لا لا, لا, البنت, البنت التي ادعت والاعضاء الذين استمعوا وتاكدوا من من البنت اللي وقع تحرش من احد الاعضاء باحدى الموظفات سامحني ما عندي عضو من هيئه الحق والكرامه متحرش جنسيا ب... ببنت لا امور كبيره هذه يعني انا, أنا لك موجود في المباشر اذا كان هذا كان في المباشر هذا, دي هذا دي في المباشر تحب تتدخل مرحبا حق حق رد مكفول لكن في الاثناء صار روت أنه عندك مؤيدات على قاعدة لا، فيه. ما عنديش مؤيدات. هي. المؤيد الوحيد أنا البنت حكيت لاربع أفراد، لاربع أعضاء، والرئيسة أخفت هذا الأمر على بقية الأعضاء. هذا مشكلة كبير. لا مشكلة أكبر كبير. من هذا كبير. الكبير. هذا ملك كملك. خل لك خل شوف كل عضو مسكته الرئيسة من أعناقه، م. ولذلك بقوا تابعين. وياتمرون بأمرها. واللي يهمني أنا المؤسسات في شوف. آخر المطاف زوار مخلوف هذا يعني أن هناك تهديد حقيقي. الغادم التهديد الحقيقي على, على هيئة الحقيقة والكرامة. الغادي التهديد الحقيقي لأنه كي واحد يخرج من حياده م. ويصبح تابع ويخرج من استقلاليته م. ويخرج من مهماته الحقيقية ويصبح تابع لأجندات شخصية أو سياسوية هذا أنا بالنسبة لي أنا. غير مخلوف علاش ما قدمش استقالتك؟ شوف أنا في شهر جان في 2015 كاد يكون قدمت استقالتي ولكن أصر الضحايا على أني ما نقدمش استقالتي وأني جيت من أجل الضحايا وأني نبقى ولو م. نصبر ولو إلى آخره شوف تقديم استقالة لا يقدم في هيئة الحقيقة والكرامة شيء لأن الرئيسة لو قدمت استقالتي ولم أدفع المسألة إلى الفعل والدور والعمل ما كانتش تكون الهيئة بالطريقة هذه على الأقل عملت واحد في الألف كل واحد في الالف ما كانش يمشي بعد سنتين الآن الضحايا ملفهم مرمى جانبا الملف بتاع الضحايا الآن ولا بطاقة معالجة عنا وعشرين ألف ملف ولا ملف واحد وقع حله الضحايا الآن أصبحوا رهينة لدى رئيس تهيئة الحقيقة والكرامة ولدى الصراع والتجاذب بين الرئيسة والحكومة أو الدولة التي قامت بتعطيل هذه الاعمال بسبب المواقف السياسيه او السياسويه وبسبب هذا التجاذب وبسبب الرؤيه الاستراتيجيه انا لدي ادله في هذا الجانب لدي ادله لدي ادله أعطيك دليل واحد انا اعطيك دليل شوف منذ ديسمبر 2014 طالبنا المجلس النيابي ان يعوضنا لنا ثلاثه افراد تصور رئيس لجنه الحقوق الشهداء وجرح الثوره <applause> شو قال السيد الرئيس وانا كنت موجود قال لها ما ناش نعوضوا لك الثلاثه افراد او الاربعه اذا كان معناها موجودين او الخمسه اذا استقالوا الا اذا كان نحاسبوا لواش استقالوا الناس و والى حد الان بعد عامين نقول سنه ونصف لانه يعني من ديسمبر 2014 الى ابريل 2016 ما وقعش التعويض انت في رايك ايش يقول القائل إلى حد الآن لم ينجز ولا أمر واحد من الأوامر الحكومية في صندوق الميزانية لكن فهم الميزانية السريعة الميزانية, سريعة الميزانية شوف اللي تمكن من التعويض الآني هذيك شوف, شوف, الميزانية أعطيت الميزانية مليار ونص لأنه حطيناها في ميزانيتنا نحن مليار ونص راهو ما تداويش 10 جرحى راو عبث هذا، مليار ونص ما يداويش 10 جرحى، إذا كان مشينا باش نداويو لو واحد عنده عملية على ب 200 مليون ولا ب 100 مليون، تو نلقاو داوينا 15 واحد، معناها بعملية حسابية، راو مليار ونص ما هياشي الاستعجال وما هيش القضايا المستعجلة، شوف راو الضحايا إلى حد الآن لم يتحصل واحد تونسي واحد على تعويضات مستعجلة وعلى جبر ضرر في مساله المعالجه، فما بالك باشياء اخرى، احنا اخذنا المليار ونص الى حد الان ما صرفنا حتى ملي. الى حد الان. لانه الهيئه في تهتم بالضحايا من اليوم الاول وتعمل المعايير. مش تهتم تعمل المعايير، اه مش مهتمه، مهتمه بالسفرات، بالرحلات، بالاجتماعات، بالوتله، احنا تعرف اللي خرجنا تقريبا تقريبا حتى اكون دقيق، اكثر من 26 سفره لهيئة الحقيقة والكرامة على حساب الأمم المتحدة المفوضية السامية وعلى حساب ميزانية الدولة 26 صفرة يعني إلى أي درجة يعني الناس هضمنا جاوا للأصفار والسفرات تصور واحدة من الأعضاء خرجت ثلاثة مرات في الشهر أخيرا الشهر الفارط نمس واحد لا لا مش الرئيسة لا مش الرئيسة م. واحدة من الأعضاء خرجت زوج مرات في الشهر والأخرى ثلاثة معناها أعضائنا على الاقل هذا يلزمنا نقولوه مهتمين بالسفرات والرحلات وك تجي تحسب الحسابات وتلقى اموال عموميه، انا اعطيك اموال عموميه فين مشات؟ احنا اكترينا مقر في شهر جويليا 2015 لم يقع شغوله او معناها الا في فيفري 2016 بعد سبعه شهور او سته شهور قداش ندفع عليه المقر هذا؟ اصلاحات حوالي 100 مليون واكتراع حوالي 110 مليون معناها 220 مليون مشاو من الخزينة العامة وخزينة الهيئة الحقيقة والكرامة في مقر لم نشغله ونصلحه فيه وبش يرجع بعد عام مليون في مقر سبع شهور ما و100 مليون إصلاحات شوف مثل هذا السلوك م. مثل هذا السلوك الأرعن والسلوك الذي لا يحترم الأموال العمومية والسلوك الذي لا يحترم القرارات المجلس هذا السلوك لا أسميه فيما مصطلح الذي يدعي بالشبهة شبهة ولكن الذي يقيم الأدلة هناك ستة دليل على فساد مالي وإداري م. أو على شبهة فساد لا يدلل شبهة الفساد إلا المحاكم والقضاء لذلك أنا قلت أن القضاء هو الفيصل، أنا نعطيك شبهة أخرى قلنا لها، قلنا لها أربعة كراهب ما تشريهمش، لأنه فما زوز ما جاوش، وزوز تبرعنا بالكراهب اللي أنا ونور البورصالي، تشري الاربع كراهب لمدة سنة تحطهم حتى يصدوا في 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 الري شوسي نتاع الهيئة الهيئة 320 مليون، يعني أموال عمومية شوف فين تمشي دي باسات تتحط عام كامل واحنا متبرعين بهم للاموال العامه ومتبرعين بهم ما نشريهمش شريتهم باش يصدوا كلمه خير المفصل الم... ل... المفصل ل... الحقيقي ل... ل... أي. خلنا انا نحكي لك شوف الرئيسه وقت اللي عرفت رجوعي سيكون منطلق الى اعاده التصحيح شو اعاده التصحيح؟ شوف انت... لانه فما اعضاء يريدون التصحيح ما على الاقل الهيئه تتبدل وتاخذ بلاصتها توا... لا ما... عمري لا فكرت باش ناخذ بلاصتها واقسمت اليمين وفي اعلام قبل من طول شهر جان في الفارض قلت والله العظيم لن اكون رئيس حتى كان يبقى حتى واحد انا لن اكون رئيس حتى يسلم هذا الوضع م. ما نحبش نكون رئيس انا نحب اصلاح الهيئه ان تتجه نحو الضحايا ان تتجه بالاهتمام بالضحايا مش تتجه لمات لهذه الخزعبلات والاموال العموميه المبذره به الختام الختامي فضلك زوين خلاص النهايه خلاص فضلك دقيقه اي دقيقه فضلك. برافو شوف هذه الرئيسه شوف اهانه الثوره وأهانة الشعب وأهانة المحكمة وأهانة رئيس الجمهورية لأنه تعرف الأحكام هذه تعرف شكون ممثل بتنفيذها رئيس الجمهورية بسم ولذلك سألتجه إليه باسم رئيس الجمهورية وسألتجه إلى الحكومة باعتبار أن الحكومة تعطي في الأموال العمومية من ميزانية الدولة سألتجه إلى رئيس الحكومة من أجل أن يقع وقف هذا التيار هناك تيار خطير أنا اليوم لم آتي إلى أخوي الياس في تلفزة وطنية من أجل أن أقول أشياء لو قلت أشياء لاكتشفتم ان المليارات ذهبت سدى ذهبت سدى حقيقه فالتوازنات ارادت رئيسه الهيئه انها ما تتقلبش لذلك لانه فما توازنات حقيقيه وهي تخشى جيدا انه نرجع فاستعملت كل الطرق منها خرق قانون المحكمه الاداريه الذي لم يخرق تصور في لجنه فرز من اجل الانتخابات ما تخرقش ومجلس نواب الشعب مجلس الوطن التاسيسي ما خرقوش اليوم تخرق رئيس الهيئه وهو حكم قاطع وبات وغير قابل للطعن اذا هي ارادت ذلك او ارادت وهذا هو الاصل ارادت ان تسقط مسار العداله الانتقاليه بتعلة ان الحكومه عطلتها كما قالت من قبل وبعد علة المشاكل اللي يقوم بها واحد القضية للمتابعة القضية للمتابعة زهير خليت لك الفضاء الكامل أنا كتفسر الوضعية مازال نتصور نتصور أنه مازال فما تفاصيل أخرى لكن كما كما قلت قبيلة حق الرد مكفول بطبيعة الحال بما أنه إحنا إزاء معلومات خطيرة الحقيقة في علاقة بالمال العام وبطبيعة الحال إحنا استقبلنا سيما مصدرين لهنا لكن مستعدين نعرضوا نستقبلها شكرا لك زهير ما هو إلا موعد أول مرحبا بك الموعد مع خميس قصيلة شوي آخر مرض الصحافة الرقمية مباشرة نفتتحوه بموقع تونيزي الأمريكي اللي يطرح التساؤل أفيد ou أولا ستانس دينيتي إعلان ضياع اين هي هيئه الحقيقه والكرامه موقع بزنس نيوز نشر تصريح لوزير الماليه سليم شاكر لا ريفورم دو مينيسطير دي فينانس باس بار دو نوفيل دوميناتيون سليم شاكر إصلاح وزاره الماليه يمر مع تعينات من تعي جديده وعن التعيينات موقع المصدر يعنون في جلسه مساءلة وزير الداخليه يتهرب من الاجابه عن اسباب تعيين امنيين من العهد السابق متهمين بالقمع موقع الجريده الفرنسيه لو باريزيان يعنون تونيزي فير دي مونيسيبال مارس 2017 تونس نحو انتخابات بلديه في مارس 2017 موقع تونس الرقميه عنون في اول لقاء معلن الغنوشي في لقاء بمحمد الغرياني الامين العام السابق للتجمع وننهي موقع ببنات وعن لقاء كان في قصر قرطاج اليوم رئيس الجمهوريه يستقبل حافظ قايد السبس مرحبا بك سي خميس شكرا لك على قبول الدعوه خميس قصيله القيادي لحركه نداء تونس والنائب الشعب عن نداء تونس في البرلمان مرحبا بك منين نبداو؟ نبداو اذا من هذا اللقاء تجتمع كتلة حركة نداء تونس في إطار الأيام البرلمانية 23-24 أفريل أه تقولوا تقول منذ البداية في هذا اللقاء ندعو الحكومة لإعادة ترتيب أولوياتها والتحلي بالشجاعة وسرعة الحسم فما أولويات غير واضحة وما فما قلة شجاعة في الحسم أولا كان شفت أول النقاط اللي جات في البيان بتاعنا هي في قل المسألة الاجتماعية مؤر التوتر الاجتماعي تكلمت عليها منذ البداية صحيح كبرنامج الجهات فيها. الداخلية والمناطق مم. المحرومة الشباب بمئات الألاف معطل وخاصة مم. منهم أصحاب الشهائد أحنا نعتبر كنواب رغم جدول الأعمال الأيام البرلمانية مم. كان الأوضاع السياسية الموقع السياسي والمؤسساتي مم. للكتلة داخل مجلس النواب ثم ثانياً موقع الكتلة ودورها في اصلاح وتصحيح اوضاع الحزب، أوه. لكن رينا كونه هذا الكل يجي في مرتبة ثانية امام الحالة اللي تعيشها بلادنا، وخاصة بلادنا معطلة لانها تحتاج الى قرارات حاسمة، أوه. تحتاج الى شجاعة، تحتاج إلى رؤية تحتاج حطان مواعيد وتواريخ مضبوطه والتزام ربحتوا الانتخابات خميس قسيل ربحتوا ربحتو الانتخابات, الانتخابات. كنتوا الكتله الاولى في البرلمان ربحتوا الانتخابات كان عندكم برنامج واضح التوانسة صوتوا لكم وصوتوا لكم بعدد كبير وينكم أه نعتقد اللي برنامجنا لابد ليه من رجال ونساء عندهم القدرات القياديه الكافيه ولهم الحقيقه نحب نقول كلمه عندهم الاستعداد حتى كان يمشي الحبس انا نعتبر اللي لابد من تحريك العجله ما دام ثم اخلاص وطني ما دام ثم تعهد بخدمه قضايا الناس أي. وقضايا الوطن شكون اختارهم صح ما يسقسي الناس اللي تقود في البلاد اليوم انتم اخترتوهم الناس اللي موجودين في مقتر... الحكومه اليوم اي معناها نحب اقترحتهم الاحزاب اقترحت منهم الاحزاب اللي اللي مشاركه في الائتلاف الحاكم منهم حركه نيدا تونس واختارهم السيد رئيس الحكومه المرشح في ذلك الوقت خفاء هامش كبير من الاختيارات لكن في كل هذا في المرحلة الأولى أنا كنت عبرت على لكن نقول نخليه الوقت للوقت بيت بيت ونعطيه فرصة أنا نعتبر بعد سنة ونصف إذا كان السنة ونصف ننظر للكنكنة للخماسية متاع الحكم لابد لنا من توزيع لهذا الزمن السياسي أنا اعتقادي أن الزمن السياسي الأول يفترض اتخاذ القرارات الصعبة والدخول في الإصلاحات الموجعة لأنه إذا كان ما تستغلش ذلك الائتلاف ونشوة الانتخابات ونشوة الشعب بأنه اختار من يحبهم يلزمنا نأخذ القرارات الجريئة الشجاعة والصعبة باش نتائجها تظهر في السنة الرابعة ربما للحكم وفي السنة الخامسة لأن الإصلاحات العميقة ما تعطيش النتائج بصورة نص مباشرة وبعد عام ونص تفضل بعد عام ونص أصبحنا ننادي الحكومة أنها تأخذ حزمة من الإجراءات العاجلة الحكومة. ذات كت... أنا عندي الكتلة الحزب الأغلبي إلى حد الآن ولو أنه هو الآن فقد الأغلبية داخل البرلمان إيش تقول؟ تقول يا حكومة نستدعاك إلى إعادة ترتيب أولوياتك فعلاً. ونستدعاك إلى التحلي بالشجاعة إذا كنت تقول التحلي بالشجاعة وسرعة الحسم هل يعني أن الشجاعة وسرعة الحسم مفقودين؟ قلوا آه قلوا قلوا قلو. قلو. وهذا مهز. ندرين هذا سيلياس أنت صحافي متابع ومثقف أكثر وأعلامي تابع في الشأن أحنا نعيش على وقع البلدان الديمقراطية العريقة بمؤسساتها كلام كيف هذا من كتل نيابيه وتنتمي الاحزاب علاش ما تقالش قبل خمس سنين علاش ما تقالش قبل قال في آه اطر معين اطر معين رينا انه جاء الوقت باش نقولوه امام الراي العام وقت اللي تتكلم عليه خمس على اصلاحات أولى مع نشوة الانتخابات، وينكم أنتم النواب وقتها باش تقولوا الآن الآن قبل الغدوة؟ كل وقت علاش ما قلتوه استناني في مناقشة حزبنا للوثيقة التوجيهية، في اللقاءات مع رئيس الحكومة، سواء الثنائية يعني الفردية نداء تونس والنواب اللي يتمكنوا من الحديث مع رئيس الحكومة، مع الوزراء، بكلنا نعملوا في هذا التحسيس وهذا الإلحاح وهذا حتى الضغط ولفت النظر لكن أعتقدنا أنه بعد ما جاء للمجلس بعد ما قدم وفاتك أكلميات يوم الشهيرة نعتقد اللي الآن أمام الأوضاع اللي نعيش فيها الاجتماعية المحتقنة لأنه نخاف ولا بلادنا أوه. أحنا حزب في الحكم أوه. يعرف إكراهات الدولة والحكم أوه. أوه. ويتحمل مسؤولياته وما يهربش أوه. لكن كذلك حزب عنده علاقة بالناخبين والمواطنين ساقسينا الكلام اللي يتقال عند بعض المحللين ونعرف انه عندك رحابه صدر وانك ديمقراطي رجل ديمقراطي هو انه انتم السبب الكتله السبب والحزب السبب وانه مشاكلكم الداخليه لليوتانتستين نتاعكم تاع دي تونس هما اللي جعلوا رئيس الحكومه ما عندوش القوه الكافيه للاصلاحات وانه الحزام السياسي لرئيس الحكومة كان مفقود وما نسقش وهذاك علاش ولذا اليوم انتفاضتكم هذه تبدو ترديف جات مأخر سي خميس سي الياس والمستمعين المواطنين والمواطنات اللي شاهدوا فينا أنا نحب نقول للي يشوفوا فينا وللرأي العام سواء الحزبي أو الشعبي المواطنين نحب نقول لرجال الأعمال نحب نقول للجامعيين للمثقفين للمبدعين للمتابعين للشأن العام نحب نقول لهم اللي احنا نتحمل مسؤوليه كبرى في هذا التاخير وفي هذا كذا لكن هاد نقول لك ميو فوتار كو جامي الفرنسيس كيف تنهض مش افراد واشخاص وتجاذبات تنهض كتله نيابيه باجماعها وهي الذراع الشرعيه وبموقعها الدستوري وموقعها السياسي هي كتلة الحزب الاول نعم. اللي رشح رئيس الحكومه وهي الكتله اللي اعطت ثقتها واعطت صوتها واعطت يعني تأييدها لهذه الحكومه نعم. اليوم اعطينا الوقت لان كلنا ثم اختلاف كنت تقول ثم خلافات ثم تجاذبات اليوم اكتملت الصوره والكتله النيابيه نتاع ندا نعم. اولا متعهده في امر اخر تنجيه بعد توجيهه شوية لكن لكن اللي متعهده به للناس وهذا المهم نعم. متعهده للناس باش تدخل مع رئيس الحكومه في علاقه بناء علاقه نقد مم. علاقه يعني تنبيه لكن علاقه اقتراح كذلك مم. لنا اقتراحاتنا احنا نحبوا نستفسروها لعده ملفات ونحب نجلبوا نظره على قضايا بأي وعلى شرعية ملفات سيخ بأي شرعيه اللي... عندكم قياده في الحزب نتاعكم الشرعيه عد صعيب شويه سي هذا في الموضوع هو... لا صعيب شويه في الموضوع هذا خل... على خاطر خل... من ناحية انا خاصه انتم تقولوا للساده تقولوا ل... لنخبيكم بكم ولا العام تقولوا قررت الكتله النيابيه الالتقاء بالسيد رئيس الحكومه في جلسه عمل للتداول معه فيما يشغل الكتله أيوة. وفي خصوص رؤيتها من عده قضايا تعتقدها جوهريه والتي يحملنا اياها موقعنا السياسي باعتبارنا نواب الحزب الذي رشحه ومنحوه ثقته وتمشينا هذا هو من صميم موقعنا المؤسساتي والدستوري وسوف نحرص على ان يتم اللقاء في افضل الاجال حتى نخلص على ضوء نتائجه للمواقف التي يقتضيها الظرف. رئيس الحكومه يقابل الكتله والا يقابل قياده الحزب؟ معناها كان يقعد يقابل كل كتلة فرادى ويقابل نواب ويقابل فما قيادة، فما قيادة يقابلها فما على خطوط عريضة، فما ائتلاف حاكم رباعي ولا إذا كان أنتم تعتبروا أنه هذا الرباعي الآن غير ناجع كحزام سياسي، هذيك حاجة أخرى، ولذا شنو إجابتك سيخ مايس؟ أولاً ما فيهش حتى عيب ولا استغراب، أنه رئيس حكومة يعود إلى كتلة أساسية كانت الأولى اليوم الثانية لكن هي دائما ما انتخابات أخرى سامحني شوية تفضل هي عليك كتلة الحزب الحاكم احنا باش نخاطبوه كنواب هو عارف كونه النواب ال 56 او 57 نائب ونائبه هما اعضاء قياديين في حركه نداء تونس هما فيهم 17 في الهيئه السياسيه وبكلهم بصفتهم اعضاء مكتب تنفيذي لكن مم. احنا ما توجهلوش على الثنيه الحزبيه. مم. احنا توجهنا له وانا وأن نعتبر اللي سي الحبيب اليوم وقعت المراسله وبالغت بصوره مباشره رئاسه الحكومه وعن طريق السيد الوزير مم. المكلف بالعلاقه بين البرلمان والحكومه مم. انا اعتقادي انه مش أعتبرها بادره طيبه مم. انه لانه انت سمعت وانت حكيت في حصص عديده والاعلاميين والمتابعين مم. اللي الائتلاف الحاكم قعد اجتماعاته تعطلت مده طويله صحيح. يعني ثم خلافات بداوا ثم الحديث على افاق وثم حديث عدم انسجام وثم صحيح. حديث مطالب غير منسجمه احنا ما نعوضوش لا قياده نيدا تونس أوه. ولا نعوضوا التنسيقيه متل الائتلاف الحاكم لكن احنا ككتله واحنا اللي لنا الموقع في الحكم وهذا يعرفوا مليح ربما انت ما تحسوش برشا لكن سي الحبيب الصيد يعرفوا بالضبط أوه. وانا اعتقادي كرقال قال ماك عام جيتوني خليني نحكي مع الفاعلين في المؤسسه التشريعيه ما عندكم في الكتله سي معناها باش مع ممثلين على الكتله باش يحكي مع رئيس لا الكتله لا لا لا, لا أي. رئيس الكتله هو عنده رحابه صدر واحنا طالبين لقاء سياده رئيس الحكومه مع مستشاريه مع اللي يحب مع كتله حركه نيدا تونس احنا حالنا ملفات مهيئه باش نسيروا معاه وباش نربطوا يعني شيء مهم أي. أنا اعتقادي أنه حتى وقت اللي يخرج الخبر هذا بالنسبة للناس يقولوا شيء مهم لأنه ولا يشد الأمور منك تفهم من كتفها من الناس المعنية ده؟ هي اللي تصادق على أوه. على التشريعات أوه. هي اللي تراقب الحكومة هي اللي تعمل الأسئلة الشفعية على قيادة تعمل... وقت سيخ لا, لا أي. ما عنده حتى, حتى دخل ما حتى دخل أنت تقول أوه. أنت آه والله نستنى فيك سياسة تقول لي زيادة الخير ما فيه ندامة يعني إذا كان رئيس الحكومة باش تمشي أمورنا والدولة والانسجام بين المؤسسات والتكامل أوه. بين يعني المؤسسه التشريعيه ومؤسسه تنفيذيه ويتقابل مباشره مع ناس هما اللي صوتوا على القوانين هما المعنيين مي بالسلطه مي والحكم مي سي خميس فضلك انت نائب شعب انت تمثل نخبيك ولذا الان نحبك تكون نوعا ما معناها منطقي معاي وقت اللي عندك قياده نتاع حزب والقياده هذه تتقابل مؤخرا قياده نيدا تونس مع قياده النهضه سألتما انتم ككتله كنتوا على علم شفت هاش كتله في لا لا مش تحبوا نبداو لا مش كتله نزيدك اي انا كعضو هيئه سياسيه وزملائي اعضاء الهيئه السياسيه لا علم لهم بذلك ما ما كنتش اي خلينا من نوال ولذا لهنا اي ما خاطر نفهمه نفهموا احنا إذا كتله ما عندهاش علم ب قرارات ولا خط سياسي للحزب، في نفس الوقت تتجه مباشرة إلى إلى رئيس الحكومة، البعض يعتبر أنه هذا التمرد على الحزب، تارش. والبعض يعتبر أنه هذه انتفاضة الكتلة. تعرف مش كونهم تعرف شو نسميهم أنا الناس؟ فمش كون نتكلم على بيان رقم واحد، في علاقة لا نعرف. بال... بالبيان نتاعي هذاك. على إيقاع الأحذية العسكرية، أحنا خطيرين. أحنا ناس بنائين. نهارت اللي وهذه محاولات عندها أسابيع عديدة سيلياس. مم. قاعدين نحاولوا نلفوا في الكتلة. وقاعدين شاعرين اللي الناس اللي انتخبتنا كتله اولى متالمه مم. على الانقسام اللي وقع داخلها قعدنا نراجع ونعمله في نقدنا الذاتي مم. وقلنا لابد لينا من دور دور في اعاده الاعتبار للكتله ككتله رياديه في المجلس النواب وعندنا خطوات تعرفها بها في حصتك ايه ايه ايه. اللي نواب باش يرجعوا ونواب باش يلتحقوا بالكتله ايه. ولا نامل ان الكتله الاولى ستعود للحزب الاول من ناحيه من ناحيه ثانيه نعتبر قيادة حزبنا قاعدة تتخطى في الأزمة شيئا فشيئا، تعمل في مجهودها، في مستوى التنسيقية، فيها حدود نتاع عمل، ما فيهش حتى عيب وما يمنعنا حتى شيء، بل واجبنا الدستوري ومن موقعنا المؤسساتي باش نتخاطب مع رئيس الحكومة، لأن إحنا في علاقة مباشرة بالجهات، موجودين في المجالس الجاوية للتنمية، موجودين تحت الضغط بتاع الناس اللي انتخبونا إحنا اللي نشرعوا احنا اللي اعطينا الثقه ولذلك استدعوا الحكومه انها تعدل بوصلتها في اتجاه كتله كتله تونس تعدل تعدل بوصلتها باش تستمع باش نشيروا على اولويات باش نستفسروها على بعض الملفات أوه. باش نقولوا لها رانا احنا حريصين عليك اعطيناك ثقتنا وحريصين عليك واحنا معاك باش نهتديو أوه. للاصلاحات العاجله ذات المردوديه المباشره الملموسه عند الناس أوه. حتى نه يهدأ الوضع الاجتماعي باش نجموا ننجزوا في اقرب وقت الاصلاحات. باهي نشوفوا هذا لكن هذا البعض زاد قرا فيه على خلفيه لقاء قياده النداء مع قياده النهضه والبعض تكلم على قوائم مشتركه في الانتخابات البلديه البعض تكلم على تماهي تام بين القيادات في حركه في نداء تونس وحركه النهضه انتوا مش تقولوا؟ نذكر الهيئه السياسيه لحركه ندا تونس بان اوكد واجباتها هو ان تحافظ على جوهر الخط الفكري والسياسي الاصلي والاصيل للحركه وان لا تتورط ولذا تعتبر انتم انها قاعده تتورط في مبادرات باجتهادات البعض التي من شانها ان تضفي اضبابيه على هويتنا والارتباك في صفوفنا برشا كلام هذا معناه برشا كلام كبير انتم تعتبروا ان هناك من الان يحرض ولا يتورط بمبادرات من شانها انها تبعد بالخط السياسي تماما تاع ومتحز... قولوها ب... ب... بحاجه سهله للتوانسه انتم خايفين للنهضه ولا فرد حاجه أه خايفين على خاطر أيه؟ ماناش فرد حاجه على خاطر النهضه شريك اليوم على الصعيد الحكومي وشريك مم. على الصعيد البرلماني لكن شكون وه... الاطراف اللي تحكي عليها هذه القيادة الحزب لا, تلحز... لا, لا, لا انت سبق قبل ما تقرا الفقره هذه مم. وانا نعذرك لانه حقيقه بيان مهم مم. وبيان انا نعتبره محطه مم. رئيسيه مم. في حياه الكتلة النيابية لحركة جديدة تونس وفي حياة الحزب حزب وقولوا بوضوح أنا اللي نحب نقوله كون وقت اللي قدمت أنت قلت ثم ناس تقول هكا ثم ناس تقول م. هكا لأنه حقيقة الضبابية والارتباك انتشر في صفوف كل الديمقراطيين في صفوف النو... يعني النواب بيدهم ومش عالمين وين ماشية البوصلة و ناخبينا الشباب في الجهات يتلفنوا يضغطوا الاعلام قاعد يتناول في الشيء هذا المحطة هذه متاع الاجتماع هذاك الثنائي أثارت ما أثارت فيصبح من واجبنا وأوكد واجباتنا أن ننبه وأن نذكر ونقول لها يا هيئة سياسية راك أنت مكلفة أول الكلفة متاعك والعهدة متاعك أوه. هو أن تحافظ على جوهر الخط السياسي وإذا كان ثم تردد نطمن الناخبين متاعنا كتلككم ونوابكم لحركة نداء تونس يعتبروا نفسهم دي فيجيل حراس مؤتمنين على هذا الخط السياسي ونحس يا سيلياس وانت تحس اللي المواطنين والناخبين نتاعنا يحبوا يسمعونا بصوت عالي وواضح بلاش تردد ويحبوا ياخذوا شهادة الرأي العام علينا نقول لهم خذوا شهادة الرأي العام علينا ويسمعونا بدون تردد كتلة نواب حركة نيدا تونس سيدات وسادة النواب باش يكونوا بيد من حديد أوه. على هويتنا الحدثية لكنهم من موافق رئيس الكتلة نتاعكم على الشيء هذا يا سي ماي سيد مؤكد. رئيس الكتلة موافق لا مؤكد إيه. مؤكد إجماع كامل يا سيلياس مسألة هامة ثم حدث قاعد يقع أنا مهم. نعرف أنا نعرف اللي العلاقة طيبة جدا ما بين رئيس كتلة ال... كتلة حركة النهضة سيد البحيري وما بين رئيس الكتلة نتاعكم وأنه أكثر من هكا ينسقوا في بعض القرارات التصويت وهذا لا. عادي معمول به موجودين التنسيق دائم وإحنا نشجع على ذلك التنسيق م. لأنه نحب استقرار المؤسسة والقوانين تمشي وهكا واللوم على مجلس النواب اللي هو مش مسرع في العمل م. بطبيعة الحال إحنا نعرفوا مقتضيات الحكم نعرفوا اكراهات الدولة وشؤون الحكم بطبيعة الحال ولذا نعتبر اللي النتائج تاع الانتخابات أوه. والنظام الانتخابي هذاك بالاغلبية مع أوه. النسبية مع اعتماد أغ... أنت أكبر أنت تقول تعايش طبعا. مش اندماج هذا تعايش ونحن نعمل على إنجاحه من أوه. خلال إيش؟ خاطر أنا كيفاش نعاير نقول بالله التعايش هذا جاب للبلاد أوه. إذا كان التعايش هذا قبل ما نهبطو للمنافسة في أول الانتخابات ما تهبط كل واحد وحده ينافس نشوف طيب ما نعرفش لا 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 مؤكد باش تجي منافسات باش تجي منافسات باش تجي منافسات في الشارع وانت بعض يقول انه المنافسات قد تتحول الى الى تحالفات احنا مع التنافس اللي ما يتحولش الى حرب مع حركه النهضه لانه مواطنينا رجال اعمالنا عمالنا نسانا رجالنا يحبوا على البلاد تهدى احنا واعيين ومسؤولين لكن شو عليك لكن ماشي الى فاصل التعايش لحظه برك التعايش كذلك ما يتحولش الى فقدان الهويه والذاتية والذوبان في حركه النهضه بعد الفاصل نرجع معاك سي خميس ماراسوتيه <applause> ماي اختار parmi une large gamme de grès en porcelaine éliotique le spécialiste du grès porcelanato saute mai على ذوقك مرحبا بكم حديث الساعه على الوطنيه الاولى الموعد مع القيادي في حزب نداء تونس خميس قصيله موعد الاخبار الرئيسيه شويه اخر على قناتنا خميس نرجع معك اذا الى هذا الاجتماع المهم اجتماع كتله حركه نداء تونس في اطار الايام البرلمانيه 23 24 افريل 2016 يصدر على خلفيه هذا بيان طويل فيه نقاط مهمه تعتبرها الكتله برنامجها يمكن اخر طريقها على الايام القادمه والاسابيع القادمه من المهم فيها زاد كذلك كلام تقول الكتلة إلى قيادة الحزب تدعو الكتلة النيابية الهيئة السياسية لحركة نيدي تونس في كل القرارات المتخذة إذا فما تسرع في كل القرارات المتخذة والمتعلقة بالمؤتمر وانتلاقا من حرص كتلتنا على وجود وحدة نيدي تونس أه نصرح بأن دورنا المحوري لا يغنينا بالمرة على اعتبار مكانة وقيمة قيادتنا المركزية والجهوية والقطاعية والمحلية يعني هذا؟ هذا يعني مراجعة رزنامة المؤتمر اولا المؤتمر شان مهم ومصلح لانه يعني مش كل يوم مؤتمرات في الاحزاب واحنا نعاني كل الازمه القياديه على اساس ما وصلناش باش نعملوا مؤتمر انتخابي يفض الموضوع <applause> نتاع <من تعال> الشرعيه تاع <applause> القياده اقل من نجم نقولوا سي ايه. وزيت 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 ضرينا ان الأزمة القياديه هذه ضعفت بانقسام الكتله يعني ولذا عنا يعني كل الحقوق م. وعلينا واجب وربما علينا واجب من كل الناس م. مش من الهياكل باش نتحملوا مسؤولياتنا وقاعدين نتحملوا في مسؤولياتنا بيه. احنا م. قلنا المؤتمر المقبل اللي هو كان مبرمج في جوية, جوية. واللي بدات تصرح القيادات انه نظرا للازمه اللي قاعده متواصله والانقسامات داخل الكتله ومجموعه سبعة 57 ومجموعه كذا بطبيعه الحال مازلنا ما شرعناش باش يتوخر بطبيعته بداوا يقولوا هكا صرح سي فوز اللومي صرح سي رضا صرح الناس اللي <applause> تقولوا اعطيونا الفرصه خلموا الشمل قلنا ما دام الشمل مازال ما تلمش ومادام وما دام الكتله مو. جمعت نفسها واصبحت لها القدره مو. والوضوح باش تسترجع مكانها الاول في البرلمان باش تقوم بواجبها ومساهمتها في تصحيح اوضاع الحزب وتوفير شروط افضل مو. باش نقدموا على مؤتمر اولا نحددوا التاريخ ذكرنا بالخط السياسي باش هذاك المؤتمر باش تعمل على هذا التوجه باش نحسموا يا لندر انا عملوه قبل الانتخابات البلدية اذا كان بدأت تتوضح او بعد الانتخابات البلدية وباش نقولوا اللجان اللي باش تعدوا يلزم يكون حايز على اوسع توافق ممكن بمعنى تكون منصفة لكل الناس ما رعنا الا ثم تسرع وهذا علاش قلنا تريث <applause> لا اتهمنا لا سبينا تعرف عنا ذي قلب وصغر متاع قلب كل يعني سياسي ناقد كل يعني آآ آآ صراع سياسي هي. نبيل فكري أوه. يعتبر آه تمرد آه شو اللي فيه يعني كتلة كنيابية الذراع متاع الشرعية الوحيدة متاع وجودك أوه. المولود الشرعي الوحيد لحركة دي دي تونس يقول لك تريف وهنجمعوا كل القيادات واتصلنا بناس من 57 وجايين أوه. اتصلنا بأربعة من قياداتنا ونواب شعب كانوا مجمدين التحقوا في لقائنا المقبل نهار 7 وثمانية 8 باش على انضمام على الاقل خمسه نواب جدد للكتله أوه. وفي الموعد اللي بعده باش يكون عندنا ضخ دم جديد يعني, يعني هذا وبالنسبه لكتله الحره باش تحكيوا معاها؟ كتله الحره باش نحكيوا معاها وهاني من الموقع هذي المد يدي موقعهم الطبيعي نيدا تونس هما في موقع إبريد غير طبيعي ثم ناس تقول كنت ترجعوا تؤذن لكم يا سيدي قلنا كلمة غادي ونحب نبدأ لها قلنا اللي كنت تحركني دا تونس ستعيد هيكلتها تعصيرها بث أكثر سلوك ديمقراطي داخلها أكثر حرفية ولم لا إعادة النظر في المسؤوليات داخلها بمعنى وقت اللي نقولوا نظر نظر معناتها مخليين الباب مفتوح باش حتى الاخوان اللي باش يكونوا ملتحقين ويرجعوا لموقعهم الطبيعي أوه. في كتله حركه نداء تونس يكونوا موجودين بقدرهم بقيمتهم على نفس قدم مساواه ناس ضحات ناس بالدموع وبالعرق بنات حركه نداء تونس أي. في الظروف الصعيبه ولذا نقدرها انا نعتقد وقائمه 57 قائمه 57 الاخت زهرة دريس والاخ منصف السلامي وال... يعني والعديد من الاخوان وليلى شتاوي كانوا موجودين معنا في ال... الايام البرلمانيه ومتضامنين وباش نرجعوا بكلنا أوه. للهيئه السياسيه في الاجتماع المقبل 17 نائب على 31 عضو في الهيئه السياسيه وسنقوم بدورنا مع بقيه اخواننا في الهيئه السياسيه حتى نصحح الاوضاع ونعيد للحركه زخمها. معني بقياده كتله نداء تونس؟ مانيش معني لكن معني انا معني ديما سي ونقولها بوضوح وانا انا ما عنديش لغات خشبيه انا عندي طموح كبير ونقدر كل الناس اللي عندهم طموحات ونقول لك اكثر من هذا اللي يعمل العمل السياسي والعمل العموم ما عندوش طموح يرزيني فيه شدار شدار لكن الطموح باش يكون مشروع على الاقل فما ثلاثه شروط حاجه تنجمها تطمح لها مش اللي ما تنجمهاش ما تعملهاش على حساب غيرك وعملها في وقتها انا نعتقد اللي مش وقته أوه. بالنسبه ليا باش نكون على راس لكن نحب نكون فاعل ونعطي راي على قدم مساواه مع زميلاتي وزملائي هل, 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 هل كان في هل كان, هل كان رئيس الكتله هل نحكيوا على الكتله احنا تقريبا وصلنا للنهايه هل كان رئيس الكتله ناجع في ادارته للكتله الى حد الان في علاقه بمشاريع القوانين ولا في علاقه بالازمه اللي طالت تونس ما كانش ينجم يكون أنجع كان ينجم يكون هو القائد لهذه الـ لهذه الـ الطاقة اللي تحكي عليها أنت بالرغم أنها جت مخر. الرئيس الكتلة قام بجهده كل أولاً نحب نقول للناس وهذا عادي طبيعي يعني العديد من الإخوان تجربتهم في العمل السياسي في الحزب جديدة كذلك في العمل النيابي هم ناس جدد، العديد من الشبان والشابات اللي عنا كتفنا مع بعضنا أخفقنا ونجحنا أوه. ورئيس الكتله عمل جهده عنده حضور دايم في المطاف إيه اخفقته لكن سيرة. لكن, لك لكن نعتبر إيه. إيه. نعتبر وقت الكتله وقت الكتله تقسم على انا الكتله تقسم على اخفقنا لكن ماهوش اخفاق رئيس الكتله اخفاقنا كل وهني انا بحذاك مادامني بحذاك والناس كل غايبه ربما نتحمل ومستعد نتحمل المسؤوليه اكثر حتى أوه. من اللي يعود ليا والحزب يتحمل والصراعات الحزبيه والقياديه الازمه مم. القياديه تتحمل لان ما حفظتش الكتله ما اطرتهاش ما فتحتهاش افاق ما دعمتهاش ما رافقتهاش بالامكانيات والاكسبير ما خرجتهاش باش خدمه عصريه خدمه مؤسساتيه هذا بكله تفطن له والحمد لله يا ربي ما زال قدامنا ثلاث سنين ونص ان شاء الله نعوض لناخبنا ونعوض للي يحبوا حركه نيدا تونس نعوضوا على اخطائنا على نقائصنا باش نرجعوا الامل امتحانكم الكبير باش يكون الانتخابات البلديه بطبيعه الحال باش يكون انتخابكم الكبير وان شاء الله ما يكونش الاخير اه سي سي تعرف اللي الرصيد الانتخابي والرصيد الثقه عند الناخب ما حاجه اللي تكبر وتصغر وشفنا تجارب اخرى ولذا الان تقريبا بالنسبه للعمل الحكومي كيفاش باش تكون علاقتكم مره اخرى؟ ما فهمناش ما فهمناش هذه هذه العلاقه الديناميكيه اللي حكيت عليها انت من نوع من نوع حديث مع رئيس الحكومه هل هي قوه اقتراح؟ هل هل باش تعبروا على نيتكم للقاءات دوريه؟ هل شنو المقترح في اخر انا انا اقول مش وحتى الكتل الاخرى النيابيه تلتقي هلو. مباشره مع رئيس الحكومه شيء مهم وسندعوه للقاء في اسرع وقت باش نشعروه بمشغلنا لأنه الوضعية دقيقة أوه. ونحب نشاهد كذلك الرأي العام وناخبين يعرفوا اللي قايمين بواجبنا تجاه الحكومة حزب في الحكم لكن عندنا مسافة أوه. ومساحة متى نقد من ناحيهنا حتى حد والكتله وقت اللي تتحرك تجاه رئيس الحكومه ما عندهاش رخصه باش تاخذها من اي كان أوه. تمارس في حقها الدستوري في المؤسسه اللي هي موجوده فيها هذا يزم يكون واضح وسنعمل على ان تكون اللقاءات هذه دوريه سنعمل على طرح الاشكاليات هذه في القياده نتاع الحزب سنعمل على انه أوه. تولي من يمثلنا في التنسيقيه الحزبيه او في اللقاءات مع رئيس الحكومه ياخذ بعين الاعتبار اكثر اقتراحات ورؤيه الكتله النيابيه أوه. والعمل بتاعنا هو <applause> عمليه اللي وقع في نهار <applause> 23 و24 وما عليه من بيان هو اذا كان يحبوه بيان رقم واحد من نحيوا منه العسكره والعقليه الانقلابيه بيان رقم واحد اللي باش نبني به ان كونترا دو كونفيونس عقد ثقه جديد مع ناخبين إذن ومع شعبنا اذا باش يكون عالي معناتها في الايامات القادمه باش يكون عالي و... ويظهر لنا وعلاش كان لانه عايشين ازمه شيء حشم باش تخرج تحكي وانت ما ديتش حطيت السكه باش تسترجع امورك احنا تحطينا على السكه في هذه الايام وانا خذوا عهد اللي باش نرجع الثقة والأمل والتوازن والاستقرار أوه. في بلادنا على الأقل من جانب وضعية حزبنا من كتلتنا كتلتنا كذلك تغيب فينا ناس تغيب فينا ناس ما قايمين بالواجب نعتقد أنفسنا ما نش قايمين بالواجب كمان بغي مقصرين في علاقة بجهاتنا سننظم جولات في كل جهات الجمهورية متضامنة يعني ثم نواب اصيل الجهه معاهم مجموعه من نواب حركه نداء تونس سنتقابل مع السلطات الجهويه مع السلطات المحليه سنزور المؤسسات سنرجع لمواطنينا ونقبل في المرحله الاولى النقد ونقبل اللوم لكن ثلاثة سنين ونصف اللي مازالت احنا نعتبروها غاليه على الشعب التونسي وفي حياه تونس اليوم بالازمه الامنيه وافه الارهاب والوضع الاقتصادي والمالي الوضع الاجتماعي الوضع التربوي الثقافي احنا حاسين بهذا معناتها في 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 اول الازمات الاجتماعيه باش شويه في الشارع وباش تعاونوا شويه باش تقفوا ب... شويه مع بش... حكومتكم باش نكونوا باش نكونوا سند حقيقي للحكومه وسنكون صوت عالي ومرتفع لنقدها وتقديم لها الاقتراحات. انتم زاد في نفس الوقت وكلمه اخيره وصلنا تقريبا للنهايه رئيس الحو... رئيس الجمهوريه دخلتوه بيعت الحار رئيس الجمهورية تعتبره مؤسس تعتبره عنده دور اعتباري انا كتلة حركة تونس تجدد اعتزازها بدور طلائعي لسيادة رئيس الجمهورية في ضمان علوية الدستور استقرار مؤسسة الجمهورية كما لا يفوتنا تثمين دوره في تعزيز أمن تونس وصيانة استقلال القرارات أي. تخافوش لهنا مرة أخرى أنه تعاود دخلوا رئيس الجمهورية في متاهات لا ماناش طالبين هنقول أي احنا ماناش طالبين من سيادة رئيس الجمهورية يتدخل في موضوع الحزب ومش هذا الموضوع هو دخل وندم شوية للدخل دخل آه احنا أي؟ احنا نعتقدوا اللي كان تدخله رحمة لكن يلزم الرحمة يستحقها أهلها يظهر لي احنا ما لكن اللي قلناه خاطبناه وخاطبنا الرأي العام في رأينا في مؤسسة من مؤسسات الدولة التونسية نهاية احنا نعتقد اللي رئيس الجمهورية في المجالات اللي عطيها له صلاحياته الدستورية في المجال الأمني في مجال العلاقات الخارجية والدبلوماسية في السهر نتاعو على علوية الدستور نعتقد اللي رجع لتونس بريقها مم. ومكانها في المستوى الإقليمي والدولي عدل الأوتار بصورة نشيطة مم. اليوم وصوت حكمة احنا بالكلام بال... تاعنا هذاك نستنهضوا اكثر باش يكون احنا أكثر هو ما زلنا ثلاثة سنين ونص سي خميس بعضنا ها أه؟ كل واحد في الدور مرحبا بك شكرا عليك على قبل الدعوه موعد الاخبار الرئيسيه قبل غدوه ان شاء الله